السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. تيسري پرشن جي اپلالا قبر مدي هتكلي زاتين. تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمچا پرشيد بدل قبر مدي تملا پرشن كيلي زاتين. من نبيك؟ تمچا نبي كون آهي؟ تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. تمچا كده هي جباب پاهيجي كي ماجا نبي محمد آهي. ابن عبد الله محمد بن عبد الله آهي. ابن عبد المطلب تانچه دادا چانا عبد المطلب آهي. ابن هاشم ابن هاشم وهاشم من قريش آني هاشم هي قريش چه جي خاندان آهي تانچه بدل آهي. وقريش من العرب آني قريش عرب چا ایک موٹا قبيلة آهي. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أني عرب چه جه سغلات موٹه كتم آهي تي إبراهيم أني إسماعيل عليه السلام چه كتم آهي. له من العمر 63 سنة. أني الله تعالى ني أبلع نبيلا 63 سال ورشاتي عمر دللي ہوتي. 40 قبل النبوة 40 سال ورش 40 ورش الله نيت الله نبوتچه پہلے دلے 23 نبيا ورسولا اني 23 ورش 40 چا بعد ننتر دللے آئے. اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق اول سوره العلق. سغلات پہلے جي سورت نازل جھالی त्यातलं अल्लानी त्या नबीला आपल्या प्रेषितला इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक सांगितले. हुवा नबी व रसूल ते प्रेषित पण आहे आणि ते रसूल पण आहे. बुइथ अन्नबी सल्लम इला अथ्थकलैन अलजिन वल इंस आणि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मानुसकी साठी आणि जिन्ना साठी सर्व साठी पाठवलेला गेला आहे. ला युमकिन लि अहद अन यतखल्लफ عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله چا نبي صلى الله عليه وسلم چا شريعت بدل آني تهرين جي سانگت لئے آهي تاتلن اپلے اللہ کمی جاستی نائے کرائی تھی آسا. اليهود والنصارى وجميع الناس لابد أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. هي جتکے پن کرشن آئے جیوز آئے دیانچی جواب داری آئے کہ جے کاہی نبی صلى الله عليه وسلم نی سانگت لئے دے ستی آئے. الذي لا يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر هو في النار. علي جي محمد صلى الله عليه وسلم چا دينا داخل ناي هول تو كافر آهي. الذي يتبع حقا موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام لابد أن يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام. يوان جي كون موسى عليه السلام أني عيسى عليه السلام چا دين چي پروي کرتا تان لا پن محمد صلى الله عليه وسلم چا دين چي پروي کا کرڑی پائے جے. اذا لم يؤمن فهو كافر في النار. زر تے محمد ور ایمان نائی ٹھلتین تے جنت لا نائی زارتین. اکمل اللہ سبحانہ وتعالى به هذا الدین کامل لا يستطيع احد ان يضيف شيئا على هذا الدین. ہے دین جے اپلے پریشت محمد گھون آلے لیا ہے تو کامل آنی کمپلیٹ دین آہے. الى ماذا يدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم आपले प्रेषितनी कशासाठी दावत दिले. يدعو العبادة الله رب واحد يعني فقط एक अल्लाची प्रार्थनाची दावत दिली. وينهى عن الشرك يعني الشرك بدل आपल्याला माहिती दिली. يدعو الى معالي الاخلاق الى الاخلاق الجميله الحسنه يعني आपल्याला بهترین اخلاقची त्यांनी दावत दिलेली आहे. ينهى عن مساوئ الاخلاق يعني जे काही خراب گوشتی آئے تانچانی تانی اپنے اللہ منع کھلے لینا ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات لأنه بشر يلحق ما يلحق البشر. اپنے پرشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا موت آلی کارن تے پن اپنے سارکے بشرت ہوتے.